لمزيد من المتابعة والتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. لواء هشام، أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة الإخبارية. هذه هي المرة الأولى منذ انطلاق هذا التدريب النجم الساطع منذ عام 1980 قبل أكثر من 40 عاما، يشارك هذا العدد الكبير من الجيوش. نحن نتحدث الآن حول 21 دولة تشارك في هذا التدريب الذي بدأ بمشاركة وبين الجيش المصري وأيضا الجيش الأمريكي. ما دلالة هذه المشاركة والحرص الدولي والإقليمي على المشاركة في مناورات النجم الساطع؟ الحقيقة هو التدريب النجم الساطع تدريب ليه تاريخ. صحيح. والحقيقة هذا التدريب عدد الدول المشاركة بيزيد مع الوقت، والنقطة الثانية ما زالت تستضيفه مصر، وده بيبين ثقة مصر السياسي والعسكري وأيضا الشراكة الاستراتيجية من مصر والقوات المسلحة الأمريكية وأيضا بين الدول ذات الثقة السياسي والعسكري والدول الشقيقة والصديقة. ما فيش دولتين بيخشوا في تدريب بهذا الشكل لما يكون في نسبة من التوافق السياسي بينه. صحيح. وهو مؤشر مهم جدا للتوافق السياسي بين الدول، من مصر والدول المشاركة. الحقيقة التدريب في أسلحة متنوعة، في قوات الحقيقة من مسارح عمليات مختلفة، فالتعددية سواء في التسليح أو في مسارح العمليات بتدي تعددية أيضا في الخبرات وانتقال للجيش المصري، وأيضا من الجيش المصري ليه تجربة متميزة وناجحة في الحرب غير التقليدية. من المنتظر أن يكون أحد الموضوعات التدريب الهامة الحرب التقليدية بالطبع والحرب غير التقليدية اللي هي بتشغل بال العالم دلوقتي. الحقيقة يعني عدد الدول لما زاد في هذه المرة أنا شايف أنه رغم جائحة كورونا ورغم ظروف العالم أنه بيبين مؤكد تاني ثقة مصر السياسي والعسكري. أنت تحدثت عن أن هذا التدريب ربما يعكس التوافق السياسي بين مصر وبين الدول المشاركة في هذا التدريب لا سيما الولايات المتحدة. بطبيعة الحال العلاقات بين الدول ترتفع وتنخفض بحسب هذه العلاقات وبحسب تفاصيل مختلفة ومجالات متنوعة، لكن منذ عام 1980 منذ بداية هذه التدريبات لم تستطع الولايات المتحدة، لم تقدم الولايات المتحدة بشكل واضح على إقامة هذا التدريب دون مشاركة مصرية، وتظل الأرض المصرية هي أرض التي تستضيف هذه المناورات. أي دلالة تحملها أو يحملها هذا الحرص الأمريكي على إقامة هذه المناورات وهذه الفعاليات في الأرض المصرية وبمشاركة مصرية فاعلة؟ العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية علاقة استراتيجية. في مجالات متعددة لهذه العلاقة، منها ما هو السياسي والاقتصادي والعسكري. مش كل المجالات دايما بتبقى على نفس الدرجة من الارتفاع، وده وضع طبيعي جدا بين العلاقات بين الدول. مش ممكن تستمر عالية جدا ومفيش توافق على ملفات أو في توافق على ملفات بنسبة 100%. لكن العلاقة بيننا وبين أمريكا ما يميزها الشراكة الاستراتيجية وأيضا التوافق العالي جدا في المجال العسكري. وده اللي بيخلي التدريب ده الحقيقة مستمر من سنة 1981 حتى الآن. يمكن أكثر مؤسسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تعرف قدر مصر هو القوات المسلحة الأمريكية والبنتاغون على وجه الخصوص. صحيح. ودي نقطة قوية، ولما الاقي علاقة قوية في مجال من المجالات بيني وبين الدولة احافظ عليها لانها هتؤثر بالايجاب على بعض المجالات الاخرى اللي يكون فيها بعض الملفات فيها عدم توافق. وباكد تاني ده وضع طبيعي من الدول، مفيش دول متوافقة 100% صحيح. كل المجالات على مر الزمن لا ما حصلش الحقيقة. صحيح. طيب فنيا وعسكريا لواء هشام، ما الفائدة التي تحملها مثل هكذا تدريبات بمشاركة أمريكية والولايات المتحدة أكبر طبعا قوات مسلحة في العالم ولديها الكثير من المصانع العسكرية والمعدات العسكرية وقطع الغيار وغيرها، ما أهمية هذه المشاركة بالنسبة للجيوش المشاركة في هذه المناورات؟ طبعا مش عايز أقصر الموضوع على الولايات المتحدة لأن في دول ذات ثقل سياسي وعسكري موجودة من أوروبا، ففي تنوع عالي جدا في التسليح اللي موجود، كل قوات جاية بسلاح. هذا التنوع بالحقيقه المقاتل بيشوف سلاح مش موجود عندنا، وايضا ده بيساعد كتير جدا في التعرف على امكانيات هذه الاسلحه، وايضا بيساعد على التعرف في شراء الاسلحه الجديده. ده الحقيقه جو خصب جدا للتعرف على امكانيات السلاح، اضافه لان المقاتلين دول من مسارح عمليات مختلفه، فايضا بعرف تكتيكات قتال واساليب قتال مش موجوده في مصر على العمليات الموجود في المنطقه عندنا. إضافة أنا النقطة المهمة جدا وهو البعد الإنساني والتوافق بين المقاتلين، نتكلم على 21 دولة لغات متعددة،
ثقافات متعدده، حضارات متعدده. المقاتل المصري هو مقاتل نتاج دوله متعدده الثقافات والحضارات، قادر يتعامل مع هذه التعدديه. وعلى فكره دي ممكن تعمل مشكله في بعض التدريبات او العمليات، والحقيقه دي مش موجوده في مصر. صحيح. انا شايف ان المقاتل الحقيقه قادر يستوعب، المقاتل المصري قادر يستوعب هذه التعدديه ببعدها حتى في العلاقه ما بينه وبين المقاتل. وده احد الاسباب الرئيسيه اللي خلت التدريب ده يستمر من 81 حتى الان. هذه هي المره الثانيه سياده اللواء التي تقام فيها هذه التدريبات في قاعده محمد نجيب العسكريه، وهذه طبعا قاعده حديثه ومن ضمن القواعد الحديثه التي انشاتها مصر وطورتها القوات المسلحه بعد رئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي للدوله المصريه. هناك نوع من التحديث الشامل للقياده العامه للقوات المسلحه وامكانيات والبنيه التحتيه والاساسيه للقوات المسلحه، وربما هذه الاستضافه تعكس هذا التطوير الكبير. ده حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، لأن هو الدول اللي جاية سلاح حديث جدا، تكنولوجيا عالية جدا، وأيضا مصر عندها نفس التحديثات والتكنولوجيا. مش ممكن أبدا قاعدة بإمكانيات قديمة وميادين تدريب ما فيهاش البصمة التكنولوجية اللي تقدر تستوعب هذه الأسلحة وتخلي المقاتل اللي يستخدمها إلى أقصى إمكانياتها، والدول دي ممكن ما تجيش. وبالتالي ده أحد المؤشرات العالية جدا، وكان الحقيقة مصر سباقة والقوات المسلحة في تحديث القواعد العسكرية اللي اضافه للمقاتل المصري في التدريب وانطلاقه العمليات، وايضا للتدريبات المشتركه اللي ايضا هتعود بالايجاب على القوات المسلحه المصريه وبالطبع الدول المشاركه. صحيح. الحقيقه نقطه مهمه، وده احد اسباب ان التدريب ده يتم بهذا الحجم وهذا العدد من القوات والدول المشاركه في هذه المره. سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.